السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت، أنا أقيم في دولة أوروبية وأنفق زكاة مالي في مصر. أيوه. وبعد فترة اكتشفت أن الضرائب المفروضة في الدولة الأوروبية ضرائب عالية، وهذه الضرائب تخفض إذا أنفقت مال في جهات خيرية. فأنا أنفق أموالي لجهات صرف الزكاة بنفسي في مصر ولا أعطيها لجمعيات الخيرية. هل يجوز أن آخذ ورقة أي جمعية خيرية تثبت أني دفعت مال لها كي أستخدمه في تخفيض الضرائب، مع أني لم أدفع لها ولكني أنفقته؟ يعني لا 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 تنتظر مني في مثل هذا المقام أن أفتي بالتزوير. الله يغفر لي ولك. جزاك الله خير. الله يسلمك.